تيجي نعرف بقى يعني اكتر تحليل بقى للمباريات. انت عارف ان انا مهتمه جدا بالموضوع ده وبدات احب الموضوع ونعرف ملامح المجموعات وكمان طبعا تحليل اداء المنتخبات ومستواهم. خلينا ناخد الاستاذ خالد طلعت الناقد الرياضي. صباح الورد عليك يا فندم واهلا بيك، ويعني معلومات اكتر عن مباريات الامس عشان حضرتك شايف ان احمد مش راضي يحكي لي اي حاجه على اللي حصلت، فطبعا عايزين نعرف مستوى الفرق المباريات بتاعه النهارده وكمان مصر بكره ان شاء الله. صباح الفل عليكي واهلا وسهلا بكم بالساده المشاهدين. طبعا يمكن امبارح كان من زي ما انت قلتي اقيمت ثلاث مباريات، يمكن اول مباراه كانت تعتبر اقوى مباراه صحيح من الناحيه الفنيه ما بين كوت ديفوار ومنتخب جنوب افريقيا، الاثنين من المنتخبات الأقوياء جدا والمرشحين ان هم يكملوا مشوارهم في البطوله. يمكن مباراه كانت الى حد كبير متكافئه، يمكن يعني شفنا سجال في المباراه بين المنتخبين وكانوا الاثنين يعني نسبه الاستحواذ تقريبا متقاربه، ولكن يمكن خبرات لعيبه كوت ديفوار كانت اعلى شويه وفنيا اعلى من لعيبه جنوب افريقيا، وبالتالي قدروا ان هم يقتنصوا الفوز بهدف يمكن في الشوط الثاني سجله جوناثان كوجيا، ده مهاجم بيلعب في استون فيلا الانجليزي، وقدرت كوت ديفوار تقتنص ثلاث نقاط اعتقد مهمه جدا في ظل المجموعه الرابعه دي من اصعب المجموعات في البطوله طبعا، تضم كوت ديفوار والمغرب وجنوب افريقيا وناميبيا، حتى ناميبيا اللي تعتبر اقل منتخب لكن ظهرت بمستوى جيد جدا في اول مباراه امام المغرب، فبالتالي مجموعه صعبه جدا ويمكن ادت افضليه لكوت ديفوار ان هي تواصل مشوارها بالفوز اللي حققته امبارح على جنوب افريقيا. طيب نروح المباراة الثانيه وهي مباراه تونس مع انجولا. منتخب انجولا بلغه الكوره كده منتخب غلس، يعني منتخب مش سهل انك تكسبه، بيعرف يقفل كويس، عمل مباراه امبارح قدام المنتخب التونسي رغم طبعا التشجيع المصري لمنتخب تونس طبعا لوجود فرجاني ساسي في المباراه اللي ما ظهرش برضه بمستواه، واضح ان لسه الاصابه مأثره شويه. مظبوط فعلا، يعني المباراه الثانيه كان للاسف الشديد تعثر للمنتخب التونسي، كلنا طبعا كمصريين كنا بنشجع منتخب تونس ونتمنى ان هو يفوز ويحقق ثلاث نقاط، ولكن منتخب انجولا فعلا فاجئنا باداء جيد جدا على فترات كثيره في المباراه، كان هو حتى افضل من المنتخب التونسي. منتخب تونس ما قدرش يستغل ان هو تقدم بهدف الشوط الاول، كان مفترض ان هو يسجل مزيد من الاهداف عشان يضمن الثلاث نقاط، ولكن منتخب انجولا نجح في التعادل في الشوط الثاني بشكل جيد، وكده صعب الامور على منتخب تونس في مشواره في المجموعه خاصه بعد المستوى اللي شفناه لمنتخب مالي بالامس. اعتقد برضه زي ما قلنا في الجانب السياسي يمكن الشوط الثاني برضه شاهد نزول جيرالدو نجم منتخب انجولا والنادي الاهلي، واعتقد كان ليه دور مؤثر كبير جدا في تعادل منتخب انجولا ويمكن غير من شكل منتخب انجولا في الشوط الثاني، فاعتقد ان جيرالدو ادى اداء جيد جدا امبارح ويمكن يكون عنصر اساسي في منتخب انجولا في الماتشات اللي جايه باذن الله. استاذ خالد، مالي وموريتانيا 4-1، هل كانت مفاجاه؟ لا هي ما تعتبرش مفاجأة طبعا، لأن في فارق كبير جدا في المستوى ما بين مالي وموريتانيا، ما في الإمكانيات الفنية في الإمكانيات المادية يمكن حتى على مستوى التاريخ، يمكن مالي وصلت 11 مرة قبل كده واحتلت مركز الوصيف في إحدى المرات، منتخب موريتانيا أول مشاركة ليه في تاريخه في كأس أمم أفريقيا، طبعا هو الوصول في حد ذاته ليهم يعتبر إنجاز لمنتخب موريتانيا وتقدم جديد، لكن في فارق كبير في المستوى طبعا والإمكانيات الفنية، وبالتالي خرجت المباراة بنتيجة 4-1، لكن منتخب مالي أثبت إن هو منتخب قوي وعنده كوكبة من النجوم، يمكن عنده ثلاث اربع لعيبه كده ظهروا بشكل مميز جدا، واعتقد ان منتخب مالي هيكون ليه دور في البطوله وهيواصل مشواره في المنافسه لغايه المراحل النهائيه كاس امم افريقيا. اخيرا استاذ خالد، بعد يعني يومين من بطوله امم افريقيا، الشكل الفني للمنتخبات تقييمك ليها ايه؟ واضح زي ما احنا قلنا في البدايه ان البطوله مش هتبقى سهله خالص، مفيش منتخب صغير وكبير، تقييمك لاداء الاول يومين من المباريات؟ طبعا هو لسه حتى الان ما تقدرش تحكم على مستوى المنتخبات بشكل كبير، انت عارف دايما الجوله الاولى كل منتخب ما بيلعبش بكامل قوته، يمكن بيبداوا كده الامور ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه زي ما بنقول، في منتخبات كتيره بتريح بعض النجوم بحيث يبقى عندها اوراق في الجولات الثانيه مفاجاه للمنافسين، فاعتقد لسه الامور ما تقدرش تحكم بشكل كامل، ولكن في منتخبات اثبتت ان هي منتخبات قويه وهتنافس على البطوله زي منتخب السنغال، منتخب الجزائر، منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي، يمكن دول اكثر اربع منتخبات ظهروا بشكل كويس في الجوله الاولى، واعتقد هيكون ليهم دور في مواصلة المشوار للمراحل النهائية. ناقدنا الرياضي الأستاذ خالد طلع، كل الشكر.